كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم. رمضان ما ينفعش إلا بالدورات الرمضانية. تنس بورت في رمضان هتجيب لكم دورات رمضانية من كل الأماكن في مصر. خليكم معنا واستنونا دايما في تنس بورت. الدورات دي بتشجع الشباب ان هم يقدموا حاجه كويسه، وطبعا احنا تحت شعار لا للمخدرات، فهي بتشجع الشباب للرياضه، والرياضه عامه الرياضه حاجه كويسه والحمد لله رب العالمين. والله احنا نتمنى نوصل قبل النهائي، مش عايزين نوصل النهائي عشان خاطر النهائي مش بتاعنا، احنا مش بتاع النهائي. اول ماتش اتعادلوا لما انا لعبت معاهم الحمد لله كسبوا. الرياضه دي حاجه كويسه، بعيد عن المخدرات، بتبعد عن يعني قعده الشارع وقعده القهاوي، الناس اللي ملهاش اي حاجه ان هي تعملها في الحياه. انما احنا هنا الحمد لله بنلعب كوره دايما كده، بنحب بنشارك في حاجه، بنعمل حاجه كويسه بس، والحمد لله بنحافظ على نفسنا وبنحافظ على جسمنا من اي حاجه. طول عمرنا بنلعب هنا في مركز شباب زنين، الدورات الرمضانيه دايما بنشارك فيها تبع النادي. الدوره دي برضو لعبنا تاني ماتش امبارح، الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. اول هام اللي احنا نكسب طبعا، نلعب باسم نادي زنين واسم اللعيبه الكبار بتاعت نادي زنين، وتاني هام اللي احنا نكسب ونشوف زمايلنا ونقعد مع زمايلنا. والدوره الرمضانيه يعني بتجمع الناس كلها ببعض، فرقه جامده واللعيبه بتبقى جامده وكله داخل عشان يكسب، يعني مش عشان فلوس ولا عشان هدايا ولا عشان حاجه. هي هنا في سنين متعودين هنا اللي احنا بنلعب حماس، بنلعب برجوله، الروح نقابل الناس ما شفناهاش بقى لنا زمن، الجو بتاعها بقى حلو، بتنافس بقى عايز تاخد البطوله، تنافس على الدوره، ادائك بقى بيفرق معاك، بس هي دي حاجات كلها بتفيدنا احنا. يعني الرياضه طبعا حاجه حلوه ومفيده ليك لصحتك، بتريحك بدنيا وجسمانيا، لو انت راجع من الشغل تعبان او حاجه ومارست الرياضه بتنسى همومك كلها، حاجه كويسه جدا طبعا. الرياضه حاجه كويسه جدا. دوره طبعا دوره كويسه، دوره زنين طبعا، بنشكر طبعا استاذ علي خالد علي طبعا، دوره ناس كتير قوي داخلها من نواحي الجيزه والقاهره طبعا، وناس خبره وناس لعيبه كوره بنشوفها الصراحه، ناس من نوادي كبيره طبعا بنشوفها، الواحد بالذات خبره الصراحه من الناس دي طبعا. اول ماتش كسبنا 6-1 الحمد لله، وتاني ماتش كسبنا 4-3 بس بصعوبه، كنا خسرانين 3-2 والحمد لله معانا 2 نجوم كبار، بودي ومنظور، لعيبه كويسه قوي، واحد مواليد 98 واحد مواليد 2000، لعيبه كويسه قوي الحمد لله. قدرنا ان احنا نكسب الماتش والنتيجه ده بتاعتنا الحمد لله. انا حاليا بلعب في نادي بورتو السويس، والحمد لله فيه طبعا كابتن كرياك وكابتن حسن ودود وكابتن ابراهيم عزام وكابتن عبودي طبعا، ناس كباتن محترمه طبعا، وكابتن كرياك مطمني ان انا بقى في نادي كويس طبعا، ان انا مقدم معاه موسم كويس السنه دي الحمد لله، بلعب مع 2000 و99 و97 الحمد لله، ولسه الخطوه الجايه درجه اولى ان شاء الله.